اهلا بكم في كل مكان، ان شاء الله طيبين وسالمين وفي احسن حال. حلقه جديده شو جريد. المره دي حنمشي لشاعر ثاني حنتكلم عنه، حنتكلم برضو عن الاغنيه مناسبتها والتعامل ما بين الشاعر الكبير خالد ابو الروس والعبقري ابراهيم الكاشف. الابتسامه، ما ادراك ما الابتسامه، كتب عنها كثير طبعا. الابتسامه ابتسامات كثيره، ابتسامات للسخرية، ابتسامة للمحبة، ابتسامة للاستقبال، ابتسامة للإيجابية، ابتسامة لأنه أنا موافق، ابتسامة عندها معاني كثيرة جدا. خالد أبو الروس خطب النص ده وهي تعبر بالضرورة عن ما بداخلنا الابتسامة. نتمنى تكونوا مبتسمين على الدوام يعني لبعض على الأقل، ما أحوجنا لأنه نبتسم لبعض في الزمن ده وفي الزمن الجاي. وتخيل إذا توفرت الابتسامة دي بيناتنا تخلي في مشاكل كثيرة خلاص ممكن تنتهي بمجرد ابتسامك لأخيك في وشه يعني، بغض النظر عن هو شايل منك كمية غبن يعني، لكن الابتسامة هي تبعث الهدوء والطمأنينة للآخرين، وهو الهدوء والطمأنينة للمبتسم أيضا. بعدين الوش بيبقى جميل لما يكون مبتسم يعني، حتى عضلات وشك بترتخي بجد والله، بتكون ريلاكس يعني وانت مبتسم. في ناس ربنا حباهم بانه وشهم مبتسم اصلا، طبيعتهم كده. في ناس تنتزع منهم انتزاع الابتسامه، في ابتسامه صفراء الله يكفانا شرها حقيقه يا سراج ما تبتسم لي ابتسامه صفراء برضه، دي واحده من الابتسامات. خالد ابو الروس لانه عنده علاقه بالمسرح كتب في الابتسامه دي. صابحني دائما مبتسم، اشوف جمالك وفتنتك. صابحني دائما مبتسم، صابحني دائما وابتسم، ألقى الملاك بان مترسم والنور يلوح من وجنتيك والخضرة زانت شفتيك. حنسمع بعد الأغنية لكن بصوت عماد أكيد. خلوني تاني أرحب بضيفي أستاذ عز الدين أحمد المصطفى، مساء الخير عليك. الله يبارك فيك. تسلم يا رب، أنت واحد من الناس المبتسمين بالطبيعة يعني. والله إحنا بنحاول نبتسم مع انه الظروف ما بتسمح لك بالابتسام يعني. عندنا شميس ذات بتحميك الابتسام بالمناسبه. والله الابتسام عنصر مهم جدا جدا يعني، صدقه هي طبعا. صحيح، ابتسامك في وجه اخيك صدقه. والابتسام هو بيفتح الابواب. صحيح، للقبول. نعم. وخالد ابو الروس ما قال الكلام ده عبثا، لانه ابتسامه الصباح بالذات بيكون فيها تفاؤل، بيكون فيها اشراق. اللي هو قال صابحني دائما مبتسم، صابحني ايمات، صابحني عابس يعني. بالضبط، لازم تكون مبتسم. صحيح. وبعدين خالد ابو الروس رجل شاعر، رجل فنان، وهو طبعا درامي من رواد الدراما طبعاً. السودانيه طبعا. وبعدين القصيده بتاعت صابحني دائما مبتسم غناها ابراهيم الكاشف بسرعه جدا، حفظها سريع ولحنها سريع وسجلها سريع. عندها قصه هي؟ عندها قصه، لانه اساسا طيب. ابراهيم الكاشف واخرين في اتحاد الفنانين وفي دار الفنانين في النغابه زمان كانوا قاعدين، جاء خالد ابو الروس سايق عجله طيب، ودخل عليهم سلم عليهم يا جماعه ازيكم طيبين؟ وين احمد مصطفى؟ قال له والله الكاشف، قال لي انت داير ولا شنو؟ نعم. قال له والله انا عندي قصيده داير اديها له. طيب الكاشف قال له كده وريني قصيدتك داير تديها له دي، سمعنا ليها. قام خالد ابو الروس قرا له، قال لي كده البيت الثالث كده قولها بالاول ثاني. ثاني قالها يعني، عملها زي ثلاث اربع مرات. طيب وخالد ابو الروس فات. نعم. كاشف طوالي حفظها بعد ثلاثه مرات او اربع مرات، وقام لحن ومش هسجلها في الاذاعه قبل ما خالد ابو الروس يصرح من المصطفى. هذا ذكاء، ده ذكاء ودي مهمه. هو كان سريع الحفظ طبعا، عجيبه طبعا، ودي مهاره وابداع، دي عبقريه كبيره جدا. نعم. والاغنيه ذاتها جميله يعني. صحيح، جميله، ودائما الاذاعه السودانيه بتقدم الصباح وايجابيه يعني. صحيح. نعم. هي تنفع لبرنامج الصباح لانه صحيح. مصنفه من اغنيات الصباح. صباح الفل، صباح نخديد وكذا حاجه زي. نعم ده. نعم. فبتعتبر هذه القصائد الكتبها خالد ابو الروس قصائد جميله، احنا سبق ان اليوم ما حلى ساعات اللغة. نعم. وكان دائما بيغني للنيل يعني. هذا خالد ابو الروس. نعم. وبعدين الكاشف غنى له الاغنيه دي، وكانت اغنيه قويه من الاغنيات الكبيره لابراهيم الكاشف. طيب فيها. هل هو التعامل الوحيد بين خالد ابو الروس والكاشف؟ ما اظن تعامله ثاني في عمل.
ربما يكون عنده غنيتان، لكن انا شخصيا ما قادر استحضر هل هو عنده غنيتان، لكن هي دي اول غنيه له. كيف تعامل مع خالد ابو الروس؟ حق نتكلم شويه عن خالد ابو الروس. لا عنده المقرن في الصباح. يا حبيبي قومك من، يا سلام، لانه كان دائما يتكلم عن القصائد بتاعته. دي سمعناها بكم صوت مختلف؟ هي بتاعت الكاشف. بعدين الاغنيه دي طبعا لابد ان ندلي معلومه عنها، لان هي اول اغنيه سودانيه لفنان سوداني يكون فيها جمله موسيقيه منفصله عن لحن الكلام، لانه الحقيبه كان بتردد مزيكا زمان في الاول قبل ما تتطور، كانت بتقدم لحن الكلام زي الكورس شيالين يردوا لحن الكلام، لكن لما جاء الكاشف قام عمل تاليف مختلف. ودي اول اغنيه، والكلام ده ادلى به الاستاذ احمد مصطفى والدنا رحمه الله عليه في لقاء في تلفزيون القومي، وكان مسجل من اتحاد الفنانين في البهوه بتاع، وقال انه الكاشف ده اول زول، لانه هو مشى معاه سنه 45 لترفيع قوى الدفاع السودان في الحرب العالميه الثانيه. طيب. وكان طالعين نازلين سوا ومعاهم بدر التهامي. وهو قال الكاشف ده كان منزل من العربيه يمشي هناك كده ويجي راجع. نعم. يجي راجع، جاء راجع قال شايل مزيكا في راسه. واللي هي كانت اللحن بتاع المقرن في الصباح. المقرن في الصباح، يا سلام. فيعتبر الكاشف يقول مجدد، وده كلام بتاع فنان ندله يعني في زمنه، كان ممكن يعني يسكت ولا ما يقول حاجه وبتاع عشان ما يدي. صحيح. لكن طبعا الوالد ما كان عنده ما عنده الحاجه دي يعني. كان وتخيل ليه الجيل ده كله ما كان عنده النفسنا دي على بعض يعني. لا ما كان في كلام زي نعم. كانوا يعني كانوا بيناتهم في تصافي شديد. اشاورك في لحني، تديني غنيتك، ارجع لي اغنيه، اغني لي اغنيتك. نعم، بيحترموا راي بعض جدا. ما كان في مشكله. نعم. وفي اتصال بيناتهم دائما. هم ما كانوا كتار اول حاجه، بعدين هم ذاتهم يعني مثلا احمد صور يكون عنده مناسبه في البيت بيجيب الفنانين ذاته عشان يغنوا له، لانه ما في فنان بيغني في بيته. بيجيب زملائك يغنوا. نعم. وهكذا. فهم كانوا مجموعه بسيطه للمجامله يعني. الوقت ده ما كان في فنانين كتار. صحيح. هي لأن المجتمع كان بينظر للفن نظرة دونية أو نظرة متواضعة، فالناس ما كانوا بيخشوا الفن. صحيح. إلا الناس اللي قدروا يصادموا وكده ويستمروا، يعني الكاشف ده من الناس اللي صادموا. الكاشف ده قال تعرضت لعقوبات تحت يدي، قال ربطوني الحبل بتاع الحمار ودقوه، ده شيء جدا جدا. لكن الكاشف ما جاني بمصيبة الزمن، كارثة. بعدين هو شوف كسر مود، كان عنده رغبة جامحة قدر ما اهله وناس بيته وخاله وجماعته كلهم. نعم. دقوا دق شديد يعني. لكن برضه ما قدر يسيب واثر الموهبه طبعا في الاخر، ما بتخلي سيده الموهبه ما بيقدر يسيب، ما بتخلي سيده سيده نهائي. هو جاهد مجاهده كبيره جدا عشان نعم. يكون خش الوسط الفني. نعم. وزي ما قلت انت اللي عنده مناسبه في البيت ما بغنيه. لا ما بغنيه، العازفين ديل بيوروك. العازفين ما بسموه جمال الدين، حتى العازف ذاته ما بيعزف في بيته. انا ما عارفهم، ديل بسموه جمال الدين. جميل جورج. عماد ذاته بسميه جمال الدين. عماد مرحبا بك. في جمال الدين كثير اليومين دي كثير والعيد ماشي عليك. عندي مشكله والله. اي والله. بعدين ما في طريقه تعتذر لانه بيجيك مناسبه اشكاليه. لا لا لازم ما في طريقه. تجامل تجامل ان شاء الله بغنية يعني. نعم ايوه. الحاجه دي يا عماد ما اختفت والله، موجوده والله. بالله والله الشباب بيمشوا يغنوا لبعض. لا موجوده والله. مهمة اصلا هي يعني راسخه في المجتمع السوداني يعني، دي طبيعتهم يعني. مهمه والله، حاجه مهمه جدا. بعدين بتقرب الناس من بعض. بالضبط. لما انت غني لي في مناسبتي واجي اغني لك اكيد لازم لازم بقى. حتى لو ما جيت يعني ما غنيت ولا انت موجود يعني، المشاركه برضه يعني. صحيح. انا قلت الكلام ده بس لانه ده ربطه بكلام استاذ عز الدين انه الناس ديل كانوا عاملين كيف. نعم. المفترض نكون بالطريقه دي يعني، نتعاون مع بعض. ما عاده الزماله في كل القطاعات تحت البشر. نعم. بيسندوا بساندوا بعض. نعم. في الشرطه، في الاداره، في الاستاذيه، التعليم، كلهم بيقفوا مع بعض. مع الشعب السوداني كده يعني. ممتاز. صابحني دائما مبتسم. We'll be right back.
مسيح أشوف جمالك وفتنتك صابحني دايم مبتسم ظاهر حفتك وما الطرق في شافتك عشقت جمالك وخفتك بجمالك وخفتك سمت ولفتك هذا خلي الناس تبيد حبيبي عيوني شافتك يا زور عيوني شافتك Thank you.
شافتها سعدت عيوني شافتها الشوق والريح الشوق والريح. شكرا الفرقة الموسيقية على هذا الأداء، ربنا يديكم الصحة والعافية. شكرا عماد على هذا الأداء، لسه متواصلين في الشوق والريح. شكرا أستاذنا عز الدين احمد المصطفى على كل المعلومات، وحنحتاج لك اكيد في حلقات قادمه من الشوق والريد، باعتبار انه والدك له الرحمه والمغفره هو شاهد عصر على تجربه ابراهيم الكاشف. خلوا بالكم من روحكم، شكرا لحسن المتابعه، بكره يوم جديد ان شاء الله اذا حيين بنتلاقى بالشوق والريد. شكرا.